بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والثلاثون. الوز والكركي. كركي رأى وزا يسبح في الغدير ويقول في نفسه بصوت رفيع: أنا طائر عجيب جدا. كركي مبتدأ، رأى فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، وزن مفعول به، يسبح فعل وفاعل، والجملة في محل نصب نعت لوزن. في الغدير متعلقا بيسبح، وحرف عطف يقول فعل وفاعل، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. في نفس متعلقا بيقول، ونفس مضاف هي مضاف إليه. بصوت متعلقا بيقول، رفيع نعت، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، طائر خبر عجيب نعت، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. حيث أمشي في الأرض وأسبح في الماء وأطير في الجو. حيث جاء للتعليل ومعناه لأنني أمشي. أمشي فعل وفاعل، في الأرض متعلقا بأمشي وحرف عطف، أسبح فعل وفاعل، في الماء متعلقا بأسبح وحرف عطف، أطير فعل وفاعل، في الجو متعلقا بأطير. ولا يوجد طائر غير يجمع تلك الخصال. الواو حرف عطف، لا نافية. يوجد فعل مضارع مبني للمجهول، طائر نائب فاعل، غيري نعت أول وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، يجمع فعل وفاعل، والجملة في محل رفع نعت ثاني، تلك مفعول به الخصال نعت. فأنا ملك الطيور كلها، الفاو حرف التعليل، أنا ضمير منفصل مبتدأ، ملك خبر مضاف، الطيور مضاف إليه، كل توكيد معنوي للطيور مضاف ها مضاف إليه. فلما سمع الكركي كلام الوز قال له: يا أبلد الطيور، لما تفتخر بما لا يصح به الافتخار. الفاو حرف عطف، لما ظرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط، وهو متعلق بقال. سمع فعل الكركي فاعل، والجملة في محل جر بالإضافة، كلام مفعول به مضاف، الوز مضاف إليه، قال فعل وفاعل له متعلقا بقال. يا حرف نداء، أبلد منادى، مضاف، الطيور مضاف إليه، لما متعلقا بتفتخر، تفتخر فعل وفاعل، بحرف جر، ما اسم مفصول في محل جر بحرف الجر، والجار والمجر متعلق بتفتخر. لا نافية، يصح فعل به متعلقا بيصح، الافتخار فاعل، والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هب، أنك تقدر على المشي وعلى السباحة وعلى الطيران، وهل تستطيع أن تركض مثل الأيل وتسبح مثل السمك وتطير مثل النسر. هب فعل أمر جامد بمعنى احسب، تستعمل للأمر فقط، من أفعال القلوب التي تفيد الظن وتنصب مفعولين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أن حرف مشبه بالفعل، كاسم أن تقدير فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب سد مسد مفعولي هب. على المشي متعلقا بتقدير وحرف عطف، على السباحة معطوف على المشي وحرف عطف، على الطيران معطوف على السباحة. الواو حرف عطف، هل حرف استفهام، تستطيع فعل وفاعل، أن حرف نصب، تركض فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به، مثل ظرف مكان مضاف، الأيل مضاف إليه. وحرف عطف، تسبح فعل وفاعل، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، مثل ظرف مكان مضاف، السمك مضاف إليه. وحرف عطف، تطير مثل النسر، معطوف على تسبح مثل السمك. إنك أن تعرف شيئا واحدا وتتقنه
خير من أن تعرف أشياء من غير إتقان. إن حرف مشبه بالفعل، كاسم إن، أن حرف نصب، تعرف فعل مضارع منصوب بأن، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل رفع مبتدأ، شيئا مفعول به، واحدا نعت، وحرف عطف تتقن فعل وفاعل هو مفعول به، خير خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر إن. من حرف جر أن حرف نصب، تعرف فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل جر بمن، والجار والمجر متعلق بخير. أشياء مفعول به، من غير متعلق بتعرف، وغير مضاف إتقان مضاف إليه. والله أعلم بالصواب.